أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من منتديات. البرلمان السويدي أقر يوم الثلاثاء 18 من حزيران يونيو 2019 تمديد العمل بقانون الهجرة المؤقت في السويد لمدة سنتين. قيل عن هذا التمديد أنه أيضا تضمن بعض الإضافات الجديدة، فضلا عن أنه يفتح المجال واسعا أمام عملية لم الشمل لعائلات وأسر اللاجئين في السويد. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع المحامي الأستاذ روماني بطرس المختص بشؤون اللاجئين والأسرة. أهلا ومرحبا بك. إذن ما أهمية هذه الخطوة؟ ماذا تعني بالتحديد هذه الخطوة التي أقرها البرلمان؟ بالأمس البرلمان مدد قانون الإقامات المؤقتة والتعديلات اللي تم وضعها ليست بالتعديلات الكثيرة. بالنسبة للم الشمل، الناس اللي كانوا حاصلين على إقامة حماية بديلة في ظل القانون القائم ليس لهم الحق في لم الشمل. هؤلاء الأشخاص الذين أتوا بعد 24/11/2015 أصبح الآن في هذا التعديل الجديد يكون لهم الحق في لم الشمل. طبعا الناس هذه اتظلمت في ظل القانون القائم إن ما كانش عندهم الحق في لم الشمل، ففي ناس قدمت وأخذت رفضات، في بعض الناس من البداية عرفوا ما عندهم حق لم الشمل فما عملوش لم الشمل أصلا من أساسه. فلذلك البرلمان انتبه ل نقطة إن هؤلاء الناس إذا قدموا لم شمل حاليا من جديد في ظل التعديل الجديد راح ينطبق عليهم شرط الدخل والسكن. فلما البرلمان انتبه لهذه النقطة فأقر في التعديل نفسه إن هؤلاء الأشخاص لهم الحق إنهم يقدموا لم الشمل في خلال 3 أشهر من بدء القانون في 20/7/2019، لهم الحق ان هم يقدموا لم الشمل بدون شرط الدخل ولا السكن لغايه قبل 19/10/2019. بمعنى من يوم 20/7 الاشخاص هؤلاء يقدروا ان هم يقدموا لم الشمل معفيين من شرط الدخل والسكن لغايه قبل 19/10 لهم الحق يقدموا. بعد هذا التاريخ 19/10/2019 راح ينطبق شرط الدخل والسكن. وكل الأشخاص اللي راح يحصلوا على الحماية البديلة بعد كده هو اللي هي 13 شهر أو تمديد السنتين راح يكونوا إن هم ليهم الحق مثلهم مثل الأشخاص الذين حصلوا على صفة لاجئ. طيب هذا أهم ما جاء بالقانون الممدد حاليا. هذا القانون الممدد يعني الشيء الإيجابي فيه يتعلق أكثر بلم الشمل، ولكن في نفس الوقت بقاء العمل بقانون الإقامات المؤقتة التي أقرت في عام 2016. مظبوط، ولكن في تعديل كمان بسيط بالنسبة للأطفال المولودين في السويد اللي هم عديم الوطن. هؤلاء الأطفال سيكون لهم الحق في الإقامة الدائمة ولكن لها شروط. الشروط هي كالآتي: أنه الطفل يكون اتولد في السويد، أنه الطفل يكون عاش في السويد فترة 4 سنين و6 أشهر بعدها يقدر ياخد الإقامة الدائمة، أو أنه يكون عاش 4 سنين و6 أشهر خلال 9 سنوات و6 أشهر، كمان أنه ما يكونش يكمل 21 سنة. اكتملت هذه الشروط كلها عنده الحق ان يحصل على الإقامة الدائمة، بس بشرط كمان انه يكون حصل على إقامة مؤقتة من قبل. مش انه يكون لسه مولود ونقول انه هو ممكن ياخد، لازم يحصل على إقامة مؤقتة ويكون انه هو عديم الوطن، زائد انه يكون عاش في السويد 4 سنين و6 أشهر، زائد انه يكون اقل من 21 سنة. طيب خليني اطلع انا وحضرتك على بعض الاسئله اللي وصلتنا من متابعي شبكه الكومبس. طبعا مش رح نقدر نجاوب مشاهدينا على كل
هذه الأسئلة. سوف نحاول قدر الإمكان إيصال المعلومة التي تهم قدر أكبر من المشاهدين. أحد الأشخاص يدعى ماجد خوري قال إذا شاب جاء إلى السويد قبل 25 تشرين الثاني نوفمبر 2015 وأخذ إقامة مؤقتة، الآن هو متزوج حديثا، هل يحق له لم شمل لزوجته؟ لأن القانون الحالي اللي هو الممدد بيقول اللي قدم على الإقامة من تاريخ 25/11 هذا هو اللي هيكون مفتوح له الحق في لم الشمل. طيب أيضا سؤال ربما جاوبت عليه بس كمان نأخذ شوية تفصيل أكثر عن هذا الموضوع. شخص حصل على رفض نهائي للم الشمل، هو أيضا جاء قبل 25/11/2015 بنفس الوقت إقامته تنتهي بآخر هذه السنة، هل إذا أراد أن يقدم من جديد لم شمل هل يحق له تقديم لم شمل خلال 3 شهور أم أن الطلب سوف يعالج تلقائيا على أساس الطلب السابق؟ عنده الحق أنه يقدم من جديد، مثل ما ذكرت أنه كل الأشخاص اللي حاصلين على حماية بديلة اللي هم قدموا اللجوء تبعهم من 25/11/2015 هيكون عندهم الحق أن هم يقدموا على لم الشمل حتى لو كانوا مقدمين عليه من قبل وحصل على رفض، فعنده الحق ومعفي من شرط الدخل والسكن لغاية يوم 19/10/2019. أيضا ماذا عن القاصر الجديد الذي جاء إلى السويد مؤخرا مثلا، هل يحق له لم شمل عائلته؟ بالطبع راح يحق له لم الشمل طبقا للقانون الجديد. أيضا علاء حميد يسأل الذي معه جنسية سويدية أخذها مؤخرا وكان عليه شرط الإعالة، هل يحق له لم الشمل بدون هذا الشرط أم ماذا؟ شرط الدخل والسكن قائم زي ما هو، شروط الإعالة قائمة لم تتغير بعد، بمعنى اللي حاصل على الجنسية راح ينطبق عليه، لو قدم قبل كده وأخذ رفض هيجي يقدم تاني لازم يكون موفر شرط الدخل وشرط السكن عشان أنه يقدر ياخذ قرار إيجابي. نعم، نذهب قليلا إلى أسئلة الإقامات المؤقتة. سالي تسأل حول الإقامة لمدة 3 سنوات، هي معها إقامة مؤقتة لمدة 3 سنوات أو ما يقال عنها إقامة لجوء سياسي، ما هو الجديد بالنسبة لهذه الإقامة؟ كيف يمكن أن تحول إلى إقامة دائمة؟ هل تحول إقامة دائمة عن تقديم طلب التمديد أم ماذا؟ لا، عند تقديم طلب التمديد راح تأخذ إقامة مؤقتة مرة تانية، وطبقا للقانون الحالي قانون يمدد العمل به لمدة 2 سنين، فالكل راح يحصل على إقامة لمدة 2 سنين في حال التمديد حاليا، ولا تتحول إلى إقامة دائمة بعد هذه 2 سنتين؟ لم تتحول إقامة دائمة إلا إذا كان عندها عمل ومستوفية لشروط الإعالة لنفسها. طيب، سيدة أخرى أيضا تسأل عن هذا الموضوع، هي تقدمت إلى أو جاءت إلى السويد قبل 4 سنوات، بعد سنة من وصولها إلى هنا حصلت على إقامة 3 سنوات، فمجموع عدد السنوات وضعها في السويد حوالي 4 سنوات أو 4 سنوات على التمام كما يقال، هل يحق لها التقديم على الجنسية وهي لا يوجد معها الإقامة الدائمة؟ من شروط الجنسية أن الشخص لابد أن يكون حاصل على الإقامة الدائمة. طب هي صلى 4 سنوات الآن بس مش حاصلة على الإقامة الدائمة، فمعناته أن هي ما عندها الحق. إذن سوف تضطر أيضا التقديم لتمديد هذه الإقامة تحصل على 2 سنين وعلى أساسها يعني حصلت على شروط طبعا يتعلق بعمل، وعلى أساسه يتم تحويل هذه الإقامة إلى إقامة دائمة. الشيء كمان اللي ننتبه له حسب الآراء السياسية الحالية أن اتفقوا أنه خلال هدول 2 سنين راح يبدأوا أن هم في البرلمان يشرعوا قانون آخر للهجرة، قانون دائم. ثابت ودائم أنه يحدد مين اللي راح يكون عنده الحق في الإقامة الدائمة، أنه يا إما أنه يكون أكثر مرونة أو أنه يكون كما القوانين الحالية، فهذا كلام هيكون بعد 2 سنين، فما حدش لسه يعرف بعد 2 سنين إيه اللي ممكن يحصل. أيضا تقريبا الأسئلة متشابهة، ما أدى عن وضع اللاجئين بدون وطن، هل سوف يمكن تمديد الإقامة الدائمة إلى المؤقتة إلى دائمة؟ مع الأسف ما هو نفس الوضع، لكن الأطفال فقط هم اللي راح يقدروا أن يأخذوا
الإقامة الدائمة بالشروط اللي احنا ذكرناها قبل. طيب أيضا أحد الأشخاص أو السيدة تسأل، زوجها وصل إلى السويد أيضا ب 15 أيلول 2015، هي جاءت مع أولادها بشهر الأول 2016، كلهم أخذوا إقامة مؤقتة، هل يحق لزوجها أن يأخذ إقامة دائمة باعتبار أنه أجى على السويد قبل 24 نوفمبر 2015؟ مع الأسف ما عنده الحق أن يحصل على إقامة دائمة. إذا حصل على إقامة مؤقتة من البداية معناته أنه راح يمدد، راح يحصل على إقامة مؤقتة إلا إذا كان عنده عمل ويقدر أن يحصل على إقامة دائمة. أيضا هناك بعض الأسئلة تتعلق بطلبات تمديد الإقامة، أحدهم يسأل أن إقامتها سوف يعني تنتهي مدتها خلال فترة قريبة، ما المطلوب منه حتى يقوم بتجديدها؟ المطلوب منه أنه يعبي الاستمارات تبع التمديد، وأنه إذا هو عنده عمل يكون مستوفي للشروط تبع إقامة التمديد على أساس العمل عشان يحصل على إقامة الدائمة. أيضا هناك بعض الأسئلة سوف أطلع عليها من طبعا موقع الكومبس على وسائل التواصل الاجتماعي. أحد الأشخاص أيضا يسأل فيما يتعلق بالإقامات، أيضا هذا الموضوع هي يعني الأسئلة الأكثر تكرارا بهذا الإطار. الشخص الذي معه إقامة مؤقتة وحصل على عمل، كيف يمكن أن يحولها إلى إقامة دائمة؟ ما هي الشروط المتعلقة بحصولها على عقد عمل وعلى أساسه تتم تحويلها إلى إقامة دائمة؟ من أهم الشروط لتحويل الإقامة، إقامة اللاجئ اللي هو حصل على صفة لاجئ أو على حماية بديلة لإقامة دائمة بسبب العمل، هو أنه يكون العمل غير مدعوم من قبل مكتب العمل أو من أي جهة في الدولة. دي رقم واحد. رقم اثنين أنه يكون العمل تم الإبلاغ للإسكات باركت عن هذا العمل. في كتير عالم تقول أن رب العمل تبعي عم بيدفع ضريبة، فمش ما فيش داعي أن احنا نروح نبلغ الإسكات باركت. في أبليكيشن أو بلانكيت في الإسكات باركت لازم رب العمل أنه يعبي هذا البلانكيت وأنه يرسله للإسكات باركت وأنه يكون مبلغهم فيه أنه هذا العامل راح يبدأ عمل عندي، زائد أني الراتب لا يكون أقل من الرواتب المعترف بها بالنسبة للمهنة اللي بيشتغل فيها العامل من قبل النقابة. وبعد كده الأوراق هذه لازم تتبعت لنقابة العمال، ونقابة العمال تقول أنه موافقين عليها أو أنه لا، في عدم موافقة بسبب مثلا الراتب قليل أو أنه بسبب لا توجد تأمينات في المكان أو أنه. بس للتوضيح، إمتى لازم يشتغل قبل تجديد الإقامة؟ بأربعة أشهر، بستة أشهر أم ماذا؟ يعني أنا بالنسبة لنا إحنا كمكتب مثلا دايما أقول للموكلين عندي أنه مهم تكون تشتغل على الأقل قبلها بثلاث شهور، بحيث أنه لما الورق يدخل للهجرة يكون في أوراق رواتب أنت عم تحصل على راتب، ما يبانش أنه كأن أنت عم تعمل هذا الشيء بس عشان تحصل على الإقامة الدائمة. يعني لازم نكون كمان أنه ما نخليش الهجرة أن هي تقول شك في الموضوع، لأن في السويد هنا أي نوع من أنواع الإقامات فيها شك أن هذه الإقامة بس معمولة عشان الشخص ياخد إقامة، معناته أنه تيجي بالرفض. طيب هلأ أيضاً أسأل كتير عن الجنسية، تعرف الألاف قدموا مؤخراً لطلب الجنسية في السويد، نرى بعض الأشخاص يحصلون على الجنسية بعد شهر أو بعد أسبوعين أو بعد شهرين، وآخرون ينتظرون لسنة أو سنتين، لماذا؟ حسب الموقع الرسمي لدائرة الهجرة ان الجنسية حسب هيك ما هو مكتوب انه بتاخد حاليا 25 شهر، لكن بالفعل في ناس بتاخدها في اسبوع واسبوعين، وفي ناس بتكمل ممكن شهر شهرين، وفي ناس بتطول. السبب هو كالآتي، الموضوع بيختلف من شخص لآخر. يعني لما واحد يكون هو هويته مثبتة لدى دائرة الهجرة من وقت ما هو قدم لجوء او من وقت ما هو اخذ الإقامة،
حاجة. الحاجة التانية يكون الشخص من وقت ما دخل السويد ما غادرش السويد ولا مرة، الباسبور بتاعه أبيض، يعني زي ما كان مسلمه للهجرة وقت ما هو كان مقدم لجوء أو وقت ما كان مقدم على الإقامة، زي ما هو مسلمه ليهم وقت ما هو بيقدم على الجنسية. فهنا مش هيحتاج إن الهجرة تسأل عنه كتير هذا الشخص، بمعنى إنه مش هيحتاج إن هم يسألوا الشخص ده غادر السويد ولا ما غادرش، أو إنه كان موجود في بلد تانية أو شيء. زائد الشخص إنه يكون السجل تبعه السجل الجنائي أبيض، يعني ما عندوش أي مخالفات ولا أي جرائم. كل هذه مقومات إن تخلي الموضوع إنه يتم دراسته بسرعة. زائد في اختلاف بين شخص اوريدي هو عنده جنسية، يعني عنده وطن، من شخص هو ما عندهوش جنسية. الشخص اللي هو ما عندهوش جنسية أسهل، بيعامل أسرع الملف بتاعه بطريقة سريعة. أحيانا بيحصل انه كالآتي، التعامل تبع الجنسية بيكون مع عدة إدارات، منها إدارة البوليس انه بيستعلمه عن الشخص، فممكن يبعثوا استعلام من البوليس، البوليس يتأخر في الرد، لاني كل الموضوع حسب كل مسؤول. في مسؤول بيمشي سريع، في مسؤول انه بيمشي بطيء، لذلك بتحصل. لكن الشخص اللي بيستنى فترة طويلة دايما بنقول له انه اكيد في مغادرات كتيرة للشخص خارج السويد، او ان الشخص يكون مرتكب مخالفة او جريمة هنا في السويد، فبناء عليه الموضوع تبعه انه بيتأخر كتير لحد ما يدرس، لحد ما يشوفه الوضع تبع الشخص ده فعلا يستحق للجنسية ولا لا. لاني في السويد هنا اي اقامة ممكن تتسحب، لكن الجنسية الحاجة الوحيدة اللي يمكن تتسحب. لذلك دايما حريصين لما يدوا الجنسية الواحد ان يكون فعلا يستحقها، عشان ما فيهوش رجعة بعد كده القرار تبع الجنسية. فده السبب. على كل حال الأستاذ رمادي بطرس المختص بشؤون الهجرة والأسرة، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات، وكل الشكر لمشاهدينا. حلقة قادمة إن شاء الله في موعد آخر، إلى اللقاء.